استهدف جماهير اتحاد عنابه طبعا جماهير الجزائريه بحكم ان هي الجمهور الاكبر والجمهور الحاضر النهارده طبعا اللي بيؤازر اتحاد عنابه في هذه المباراه. ترجع الكره الخلف عن طريق لاعب ماجد حمص اماميه يضغط على كره التاتش الجماهير بقى والنيران اللي اشتغلت دلوقتي النيران اشتغلت واشتعلت دلوقتي في ملعب اللقاء على اساس نادي اتحاد عنابه تديها نوع من مرت الحياه خلاص هنا مرت ملعب وحضور جماهيري كبير جدا مش حضراتكم لقاء ضمن اللقاءات المهمه طبعا واللقاءات العربيه اللي ليها اهميه شكل ملعب جميل جدا من ناحيه الجماهير ولكن لسه جماهير عنابه او جماهير اتحاد عنابه الجزائري لسه يعني لم يسعدوا جماهيرهم تماما لانهم عايزين هدف مبكر عاوزين هدف في التايم الثاني. الامور اتغيرت خالص النار في كل مكان دلوقتي وحكم اللقاء هيبتدي بقى يحذر ويبتدي يوقف في نيران في الملعب وفي خطوره الان طبعا ممكن على اللاعبين كره عرضيه على طول صواريخ اشتغلت وملعب اللقاء اتغير تماما بقانون اخر عن الشوط الاول. يستخلص على طول ثاني نص ملعب هذه الكره الاماميه شوف حضراتكم الجمهور الحاضر الكبير النهارده في اللقاء وخطا ورمي التماس رمي التماس على طول اللاعب احمد مكحوت لعب الكره الاماميه ثاني مخرج اللقاء بيجيب الجماهير طبعا حضراتكم النيران اللي موجوده في الملعب خطوره كبيره جدا دلوقتي طبعا وبلا داعي في كل مكان نار في الملعب دلوقتي الماتش اتغير تماما ودي حكم لقاء يهدي الايقاع ويوقف القصه تماما هنا مشكله كبيره جدا طبعا الاجواء ماشيه تمام وكل الكلام ده طبعا بيبقى خارج عن النص الرياضي ومش مطلوب خالص الحقيقه في ملاعبنا العربيه الجماهير بدات الحقيقه تستاء بعد 50 دقيقه لعب اتحاد عنابه غير قادر على التسجيل في فريق نادي الاتحاد السوق. الكره الاماميه ادي المحاولات هنا قائمه لسه تعادل السلبي رمي التماس على طول اماميه الكره تحضير في الجبل اليسرى الكره الطويله ادي المحاوله من الجبل اليسرى المره دي لصالح نادي اتحاد عنابه مراوغه مهاجم ومدافع ولكن الضغط يتم تاني الضغط يتم تاني دلوقتي ترجع الكره للخلف معها على طول اماميه جوميز جوميز كورته الاماميه الى رميه التماس جوميز كورته الاماميه الى رميه التماس ادي رميه التماس التعادل السلبي ما زال قائم احبائي الكرام على طول مره اخرى تاني الكره الطويله يطلع تاني دفاع نادي الاتحاد السوري نص ملعب الكره العرضيه مهاره ثانيه على طول ثاني يراوغ الكره كويس وخطا وضربه حره مباشره ضربه حره مباشره على اللاعب يوسف شيخ العشره يمكن ادي جوميز اعتراض من جوميز مباراه على فكره تاخدنا المحطه ويعني تحول خطير جدا وصعب شوف شكل الملعب اتغير ازاي شوف شكل المباراه اتغير ازاي الحقيقه عن اخره تماما شوط اول بلا احداث وبلا اجواء ساخنه وشوط ثاني مغاير تماما في اللقاء. الضربة الحرة مباشرة على طول أمامية يطلع دفاع نادي الاتحاد السوري. كنترول ثاني من لاعب أحمد مكحوت. كرة العرضية أحمد ترجع على طول ثاني في الجبهة اليمنى ثم الاستخلاص ثاني لصالح الاتحاد السوري متراجع الاتحاد السوري جوميز ورمية التماس ورمية التماس. على الأرض الكرة ثاني لصالح نادي